قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. لما ذهب موسى عليه السلام بقومه وخرجوا من مصر فارين بدينهم، ولحقهم فرعون ومعه من العدد والعدة والعتاد ما لا يطاق، ووصل موسى عليه السلام وقومه إلى البحر وأصبح البحر أمامهم، التفتوا إلى الوراء وإذا بجيش عرمرم يقوده فرعون، عتاد وخيل وسلاح وشيء لا طاقة لهم به، فاشتكوا هذه الحال وقالوا لموسى إنا لمدركون، قالوا لموسى إنا لمدركون، يعني البحر أمامنا وفرعون وجنوده وراءنا، ليس هناك طريق، فموتنا، كأنهم يقولون موتنا محقق وهلاكنا متيقن، البحر أمامنا وفرعون وجنوده وراءنا، فأين إلى أين نفر؟ فقال عليه السلام كلمة المتوكل على الله الواثق به: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين، بثقة وإيمان بالله عز وجل وتوكل على الله جل وعلا. فقال الله سبحانه وتعالى: اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق البحر، وكان كل فرق كالطود العظيم، أصبح كل فرق من البحر مثل الجبل الشامخ. يا إخوان، لا إله إلا الله، الماء أصبح جبلا واقفا، والأرض التي كان الماء عليها أصبحت يبسا، لا ليس فيها، في لحظة واحدة الماء أصبح جبال واقفة، جبال واقفة من الماء، والأرض التي كان عليها الماء في الحال تحولت إلى أرض يبس جافة ناشفة ليس فيها وحل وطين ولزوجة، أصبحت أرض يابسة والجبال واقف مثل الماء. ودخل موسى مع هذه الطرق هو وقومه، كلا إن معي ربي سيهدين. فدخل موسى عليه السلام وقومه حتى خرجوا من الجانب الآخر، ووصل فرعون إلى الجانب الآخر وهو لا يزال في طلب موسى ومن معه، فقرروا أن يدخلوا وراءه. فلما تكامل موسى وقومه خروجا من البحر وتكامل فرعون وقومه دخولا في البحر، أمر الله عز وجل الماء أن يعود كما كان، وانتهت هذه الجيوش كلها بأكملها برمتها بما فيه قائدهم فرعون الذي كان يتعالى ويتغطرس ويقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، ويقول: أنا رب العالمين. أهلكه الله بالماء، مات غرقا، وأعلن إيمانا لا ينفع، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكنه إيمان لا ينفع. فالشاهد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى منجاة للعبد مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف.